كذلك كما قلنا في كل يوم الإنسان يدنو من الآخرة ويبتعد عن الدنيا، يدنو من الآخرة ويبتعد عن الدنيا، ولو كان غلاما صغيرا، ولو كان صبيا صغيرا. كم من الصبيان الذين فقدناهم العام المنصرم، صبيان واحد منهم رايح المركز التجاري وسقط، واحد منهم في ملعب كرة القدم وسقط، واحد منهم في الباص أو في الحافلة وهو ذاهب إلى المدرسة وانقلبت الحافلة فاختاره الله سبحانه وتعالى. كم من الصبيان من رحل. إذن كل يوم الإنسان يقترب من الآخرة ويبتعد عن الدنيا، يقترب من أجله وهو لا يعرف متى يأتيه أو متى يوافيه هذا الأجل المحتوم. فالموت سهم يطارد الإنسان منذ لحظة سقوطه من بطن أمه واستهلاله، من تلك اللحظة يطارده سهم الموت وهو لا يراه. ولكن إذا حانت اللحظة وأذن الله تبارك وتعالى أن يصيبه ذلك السهم، اخترقه ذلك السهم ولو كان في قصور مشيدة، اخترقه ذلك السهم ولو كان بين أهله وأحبابه وفي كما يقال أكثر حضن يحن عليه، اخترقه ذلك السهم ولم يمنعه عنه مانع. نسأل الله أن يحسن خواتيمنا وإياكم.